السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد. معاكم أيمن نجار من قناة حقق حلمك. النهاردة إن شاء الله معانا إثبات السحب رقم 41 من موقع ريبوت كاش. هندخل ونشوف هنعمل إثبات السحب إزاي وناخد جولة سريعة في الموقع. انتظروني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم تاني، اهلا بكم. ندخل نشوف الموقع بتاعنا النهاردة، موقع ريبوت كاش. زي ما حضراتكم عارفين احنا عملنا 40 اثبات سحب من الموقع، والنهاردة هيكون اثبات السحب رقم 41. الموقع عبارة عن شراء روبوتات زي اللي حضراتكم شايفينها كده. بنشتري روبوت والروبوت بيبتدي يعدل لنا الروبل وبنسحبه على البيير. هندخل دلوقتي نعمل تسجيل الدخول للموقع. طبعا كل الروابط هتلاقيها تحت في صندوق الوصف. هنبتدي نسجل الدخول للموقع. انا معايا هنا في سحب الاموال 6 روبل، ومعايا في رصيد الشحن 788 روبل. طبعا احنا متفقين ان احنا بنحول كل مرة مبلغ علشان نكبر المبلغ ده عشان نقدر ان احنا نشتري ونكبر الموقع بتاعنا. هنبتدي دلوقتي نروح على الحظيرة عشان نبتدي نجمع الطاقة بتاعتنا. تمام كده، دي الطاقة اللي موجودة معانا هي، هنبتدي نجمعها. تمام كده اتجمعت، هنروح على السوق علشان نبيع. اقول له بيع، هو باعهم لي ب 409 روبل زي ما حضراتكم شايفين. بقيت هنا 415 روبل في السحب. هنروح على السحب علشان نعمل اثبات السحب بتاعنا النهاردة، وهنسحب جزء من المبلغ ده وهنسيب جزء علشان نعمل له مبادلة على رصيد الشحن او رصيد الشراء علشان نقدر ان احنا نشتري روبوتات تانية. طبعا الموقع لسه مستمر في الهدية بتاعته 300%، بتدفع 100 روبل بتاخد قصادهم 300 كمان هدية، يعني بتاخد 400 روبل بالمية بتاعتك. الموقع كان عاملها علشان عيد الحب. هنبتدي دلوقتي نروح على سحب الاموال. هتفتح معانا الصفحة زي ما انتوا شايفين كده. هنيجي هنا، طبعا احنا بنسحب على الباير، نيجي نضغط هنا على الباير، وهنا هنكتب الباير بتاعنا نظهره، وتحت هنا قلنا نسحب 350 روبل، والباقي هنحوله بالمبادلة على رصيد الشراء. نروح دلوقتي بقى على الباير بتاعنا عشان نشوف اخر حاجة. 30 روبل انا دافعهم. هنعمل ريفرش كده مع بعض. اخر حاجة 30 روبل زي ما انتم شايفين. نرجع تاني على الموقع ونيجي هنا ونضغط انسحاب ونقول بسم الله. تمام كده بيقول لي تم قبول الدفع بنجاح للمعالجة. لو نزلنا تحت كده احنا اخر حاجة كنا سحبينها 230 روبل، ودلوقتي بنسحب اهو زي ما انتم شايفين 350 روبل. هننتظر لحد ما تيجي على الباير وناخد جولة الاول كده سريعة. هنيجي هنا هنلاقي قدامي هنا في سحب الاموال، انا معايا لسه 65 روبل، هنحولهم هنا على 788. هنيجي على المبادلة وهنيجي نكتب هنا 65 روبل. طبعا انا باخد 10% زيادة فوق 65 دي. هاجي هنا واقول له تبادل. تمام كده 65 روبل هو اداهم لي هنا ب 71 روبل ونص، وزودهم لي هنا بقيت هنا 859. احنا نجمع ونبتدي ان احنا نشتري كل فترة حاجة كده علشان الموقع بتاعنا يكبر. هنيجي هنا دلوقتي على الاعدادات. الاعدادات دي مش هتلاقي فيها غير كلمة السر او تغيير كلمة السر لو انت حابب ان انت تغيرها،
بتكتب كلمة السر القديمة بتاعتك هنا، والجديدة بتكتبها هنا، وبتعيد الجديدة هنا، وبعد كده بتضغط هنا تغيير كلمة السر. عندنا هنا الإحالات، هتلاقي هنا رابط الإحالة بتاعك ده، ممكن تديه لأي صديق أو تعمله شير على مواقع التواصل الاجتماعي علشان تاخد نسبة من تسجيل الأصدقاء زي ما انت شايف كده. عندنا هنا احصل على المكافأة، طبعا احنا ما خدناش لسه المكافأة، هناخدها دلوقتي مع بعض. ادي المكافأة بتاخدها من روبل لحد 10 روبل يوميا. اضغط هنا احصل على المكافأة، هو اداني 2 روبل. لو نزلنا تحت ادي 2 روبل. نيجي تاني هنا بقى على الروبوتات، ده شراء الروبوتات بتاعتنا. انا هنا دلوقتي معايا في الروبوت ده 58 قطعة. لو جينا هنا هنلاقي الروبوت ده ب149 روبل، وبيديني روبل بوينت 40، وفي الشهر بيديني 42 روبل، ومعايا منه 58 قطعة. الروبوت التاني ده ب449 روبل، وبيديني في اليوم 4 روبل بوينت 80، وفي الشهر 144 روبل. الروبوت التالت ده ب1299، وبيديني في اليوم 15 روبل، وفي الشهر 450 روبل، وده معايا منه 3 قطع. طبعا حضراتكم استكشفوا بقية الروبوتات. انا هنا معايا 861. هنبتدي ان احنا نشتري روبوت من ده، هقول له شراء روبوت. انا معايا 15 روبوت، بقيت 16 كده، انا بقيت هنا 16 روبوت. هننتظر لحد ما نجمع مبلغ علشان نشتري ونكبر بيها الروبوتات بتاعتنا. انا ممكن اشتري روبوتين من دول عشان يبقوا 60، ونقف على كده. تمام كده، اشتري كمان واحد كده، انا هنا معايا 60 روبوت. هقف على كده في الروبوتات ديت، ونبتدي بعد كده ان احنا نكبر الروبوتات التانية. انا كده معايا الرصيد 114 روبل. نرجع تاني بقى على سحب الاموال علشان نشوف الدفعة بتاعتنا وصلت ولا ايه. نيجي هنا على الباير، جينا كده 350، اكتمل الدفع بنجاح زي ما انتوا شايفين كده. تمام كده، هنروح على الباير بتاعنا نشوف اخر حاجة معايا 30 اهيت. هنعمل ريفرش مع بعض. وصلتني هنا يا جماعة هي 346 روبل بوينت 7. نيجي هنا على اثبات السحب، هنلاقي ادي اسم الموقع روبوت كاش، ووصلني هنا من الموقع 346 روبل بوينت 7. طبعا مننساش ان الموقع بياخد لجنة 0.95 على المبلغ. ده كان الموقع بتاعنا النهاردة. ياريت لو الموقع ده عجبك ما تنسانيش باللايك والسبسكرايب، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.